السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نوجد الأنصيب الفقاس، يعني الفقاس بطريقتي أنا، وكنتمنى تعجبكم وكنتمنى تجربوه لأنه كيصدق يعني 100%. واخا تكوني أول مرة غتصايبيه كيصدق زوين. فبالنسبة للمقادير غادي نحتاج 7 ديال البيضات، وغنحتفظ بواحد الصفار، يعني غنحط 6 ديال الصفار البيض و7 ديال بياض البيض، والصفار غادي نحتفظ به باش نزين به ان شاء الله، باش ندهن به الفقاس، عفوا يعني باش ندهن به الفقاس. يعني بعد ما غادي نحطوا البيض غادي نحط معلقه ديال السمسم او الزنجلان، معلقه ديال النافع او حبه الحلاوه، معلقه ديال النافع ومعلقه ديال حبه الحلاوه او لا اليانسون والبسبس، وغندير معلقه كبيره ديال ماء الزهر، وغندير جوج كيسان ديال العنبه سكر حبيبات او لا سكر سنيده، وغندير جوج كيسان ديال الزيت او لا زلافه كبيره ديال الزيت. كنعبر بزلافه لان زلافه كتهز جوج كيسان ديال العنبه، زلافه ديال 250 غرام كتهز جوج كيسان ديال العنبه. ومن طبيعة الحال الدقيق باش نجمعوا العجينة. الدقيق من الأحسن يكون من نوعية جيدة، من الأحسن لما تستعملوا داك الدقيق اللي تتبع يعني صاشية كيلو، صاشية فيها كيلو، تيكون الدقيق ديالهم ممتاز، تيكون دقيق زوين بزاف. كيف ما قلت كيجي زوين بزاف في أي حلوة بغيتي تصايبيها، أي كاطو أي كيكة أي شي حاجة بغيتي تصايبيها، داك الدقيق سبحان الله تيجي حسن من الدقيق، واخا يكون من نفس الاسم نفس النوعيه، ولكن هذا ديال الكيلو تيصدق، يعني غتصايبي الحاجه تكوني متاكده 100% انها غادي تصدق لك. وغادي نحتاج جوج خمارات حمرين او جوج اكياس ديال الخماره ديال وزن 7 غرام، اللي هي المجموع 14 غرام كنظن، 7 غرام الله اعلم. صافي، بعد ما كنحصل على واحد العجينه اللي هي متماسكه، يعني العجينه غادي تقدري تكوريها كيف ما بغيتي، يعني ما كتلصق ما حتى شي حاجه. صافي، غادي نقاد الفقاس ديالي يعني على شكل باكيت طويل. هاد القاد الحاجه اي يعني المهم غادي نستمر حتى نكمل كاع الفقاس اللي عندي، وغادي نحطه في الطبق، وغندهنو بصفار البيض. بالنسبه لكل لو باش كيدهن، كاين اللي تيدير صفار البيض مع معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان، كي تيدير نقيطه ديال الخل، كي تيدير على حسب الزفوريه ديال البيض. انا درت صفار البيض، وغادي ندهن بها الفقاس ديالي، وغندخلو الفران يطيب نص طيبه. من طبيعة الحال هاد العملية كلشي تيعرف ليها. غادي نطيبو نص طيبة، وغادي نخرجو فاش غادي يطيب ان شاء الله. غادي نخرجو، غادي نغطيه، غنحط فوقو ميكا اولا بلاستيكا، وغنحط ناخد واحد الفوطة، يعني شي حاجة تكون ثقيلة، فوطة ولا منديل ولا اي حاجة تكون كبيرة اللي غتغطى بها الطاوة كاملة. غادي نفزقها، نبللها ونغطي بها الطاوة ديالي كاملة. هذا هو الشكل ديالو، يعني باش بعد ما كنطيبو نص طيبة، هذا هو الشكل اللي كنحصل عليه بحال هكا. يعني بعد ما انا غطيتو، ما صورتوش لكم فاش غطيتو، سمحوا لي. المهم كنغطيوه بواحد يعني تنفزكو المنديل كيف ما قلت، وكنحطو البلاستيكة هي الاولى كنغطي، وكنحطو فوق منو منديل فازك، وكيبقى يعني من الصباح حتى العشيه، ولا يبقى المهم على الاقل واحد 4 السوايع على الاقل، غادي يبقى يعني غيرتاح. بهالطريقه كتحصلوا على الفقاس، يعني فاش تجيو تقطعوا الفقاس مزيان، يعني ما تيتفرس ما شي حاجه، فاش كتجيو تقطعوه اللوزه كتقطع وسطو كيف ما كيبان لكم دابا في الصوره، تيبقى الشكل ديالو زوين. وهذا هو الشكل ديالو بعد ما كنقطعو، عفوا كنقطعو تنحطو في الطاوة، غادي نطيبو الطيبة يعني نرجعو باش ياخد اللون ديالو الذهبي، وغادي نديرو في يعني لتحت
كنقطعوه تنديروه لتحت حتى كيطيب وكيجي بهذا الشكل هذا. وكنتمنى يعجبكم وكنتمنى تجربكم. طبيعة الحال الا عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك وشكرا.